اجي والمشاهدين اجي تسمعوا اخر الاخبار واخر المستجدات، اجي وعيطوا اللي يسمع معاكم من دار لكم ودينا وتسمعوا الكواليس، من دار لكم يا المشاهدين عوينا وتشوفوا بعويناتكم اشواق واخر المستجدات ديال السريعه وديال شنيتيكا. هاد الناس مشاو بعيد، هاد الناس مشاو بعيد. واك واك عباد الله، بغيت نغوت، بغيت نغوت. والعداو والعداو والعداو، ويك ويك الحق، ويك ويك الحق، ويك ويك الحق. راه زيد الرايه البيضاء مع هاد الناس، عطيوني شي قرشان ندبيه، عطيوني شي قرشان ندبيه. هاد العائله المشوهره شوهونه بغات فيهم العذاب وزادوا فيه وكثروا التمثيل بزاف، بغات شي قرشان. فين هو المدلك؟ غادي نضرب راسي. فقصوني اخوتي، فقصوني. بغيت صافي هذا لا عادي تسمعوا شنو انت كتايا شنو دارت. وا قال لك ما قدو فيل، زادوه حتى الفيله، ما قدو الفيل وزادوه الفيله. هاد العائله كيتحمروا زعما كاين في الناس بالقاطع اللي متبعينهم. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لنتم ولا الناس العزاز عليكم. كنتمنى الميمات ديالي خوتي وخواتاتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. اللايكات ضد في المجملات وضد في العاقات، كثروا لي اللايكات يا المرضيات اللي متبعني ويا المهمات ديالي. الله يخليكم ليا بهاد الفقصه اللي فيا، راه ما كرهتش نخرج للزنقه ونمشي لشي خلا شي عروبيه، نبقى نغوت نغوت شي خلا تميمي تنبرد ونجي. خساره ندينا حدايا الجيران، خساره. واجي وتسمعوا اخر المستجدات، ومنين غنبدا لكم بعدا، منين غنبدا لكم عاسك حريره بحال حرا ديال بصح. كيما شفتوا البارح سريعة طيحوها للمسلمين وطيحوها للرياح وطلع عليها الطونسيون 210 وطلع عليها مع الخزان وكلشي طلع عليها البارح. جات لومبيونس هزت السريعة وداك التمثيل ديالهم والعاقة كتصور القنوات خارجين. واه نوضوا مدام سخيفة، مبقاتش دابا مدام سخيفة وقارنوا غا السخفة عباد الله، قارنوا ما كتعرفيش تا تسخفي وما كتعرفي. مبدلو دايرة المكياج عاد طايحة سبوك سدارين، مبدلو كتقولي مساكي، هادي طايحة بنية عصبي كتقولي مساكي. شو سعاد؟ سعاد كان أنا غندوز لكم الحصري تسناو. سعاد كانت نعس على يدها مسكينه وما كتهضرش، فما عواج على سعاد نهار تبوش على العرق في الراس ولا ما تقطر هذاك العرق في الراس. الهضره قطعتها سعاد، اشنو قال لهم بوكريشا؟ وتموت كاع وموتي كاع، وتا السريعه تموت كاع لا هي وشنيتيكا. الممثلين كتمثلوا كضحكوا على الناس، ولكن هادشي ما غيخليهاش تفلت من العقاب. انا غنقول لكم الحقيره ديال شنيتيكا جايه. قال لك الفقيه اللي نتسناو باركتو دخل الجامع تا هو بلغتو، دخل الجامع بلغتو بلا يختو كاع غادي داخل الجامع. هادي شنيتي كرجلي القصبة ملي السريعة طيح البارح قالت انا هي العاصة بديك الكذبة ديالهم، ديك السلوكية ديالهم، ديك الدوبرمان اللي عضتني انا بعدا واحد الدوبرمان بغيتها كتعض فيا الليل كله. السلوكية ديال السريعة وديال الرباعة ديالها بغيت قال لي نتقلب، السلوكية تابعاني في النوم كتعض فيا، جاتني في طنجة ثم قولوا الله اعلم. السريعة تنزل عليها النعلة. اشنو دارت خالتهم شنيتيكا مارت شنيتيكو؟ حيت راه صيفطت شنيتيكو هو الاول للسبيطار، راه شتو هادشي راه وجدوا لي قبل، راه دراسه هادشي. شنيتيكو راه صيفطو للسبيطار، شافوا عليه الغيط من جيت مجدا، وملي حطوا التصويره ديالو في القهوه السيد قال تسمى بحال هكا عيني عينك. ديك الساعه ما كان فيه لا ضيقه لا ازماتيك لا والو، ديك الساعه السيد صحيح في صيف قاد عست على مجدا عساس عليها تقول السيد فيه 10. صيفطو هو الاول للسبيطار حق السيد راه مريض. اوكي موراها شنو دارت السريعة؟ حكا جيو جيو طاحت مسكينة جاها الرياح طيحوها انهيار عصبي ولا شناهو. خاتكم شنيتيكا الله يخوي لها الجناب ملي سمعت المحسنة قالت انني كنصيفط الفلوس في سمية شنيتيكا وباغا فلوسها 7 مليون ولا 9 مليون اللي واصلة معاها بغات الفلوس ديالها. شنيتيكا شنو دارت هي؟ شنو دارت هي؟ وصلتي السريعة للسبيطار ونطي ترتيب العالي ديجا سطحتي تشنيتيكا طيحوا على الرياح. يلا واش نيتيكا تيرا ما بقاش يطلع لك انهيار اعصابي؟ راه كيجي على الصغار ما كيجيش اللي قدك تيولي لهم تحراميات المشعوذات. المشعوذات كاع ما كيجي من انهيار اعصابي، هادوك كيكونوا الله يستر عندهم المناعه لكل شيء. ما كي وانت شنيتيكا يا رجلي القصبه يا رجلي نعور يا المدلك راه غنشي على الراس. ملي ولادك دخلوا الحبيب بيس وما جاكش انهيار اعصابي، دخل ولدك الاول السيده كتبكي عادي وكدير الاتنس عادي، دخل ولدها الثاني السيدة عادي وكدير الاتنس عادي. حتى ملي بانت لها السيد هادي قلتها بانت لها مرات ولدها طاحت تاهي قالت لك تاهي كطلع لها بانت انهيار عصبي. غاتخرج لكم فيديو حضيو شنيتيكا غاتحط لكم تاهي فيديو انهيار عصبي هادشي اللي حطاتو. المهم مشات تاهي دارت طاحت تما. يلا كي غاديرو مع هاد الصقعة هادي دابا؟
تيقت الجنين هي العصابي وطاحت تمشيت الموت وتقيفقت واش نيتيكا وحاطين زعما ضروري شوفوا ضروري المحور باش عرفوا صافي شنيتيكا عاوتاني هزها لومبيلونس هاي دايزا واسير رام داير لنا موت حمار زي جمعين كل مليه شنيتي كتي قالت دايره انهيار عصبي زعما باغا دير الشواهد الطبيه واش نيتي كتي باقا ما بكلاش شكايات لا والو وصلك الصهد من دابا تسناي عندك انت وهذيك القرقوري القرقوري راه غدوري دوري دوري تجيبها في قزاي زيبتك انا قلتها لك هاد التمثيل وهاد التحراميه اللي داخله معاهم وكتبيض في عينيه وهذا ما قتلتيني على القرقوري عندك الصويك ما ناسياش القرقوري هذا الصويك والجليليبه والسريعه طيحه لابسه انا كنشوف الناس اللي كيسخفوا راه عندنا حنا شي واحدين في العائله تما من هذا النوع ديال الموت حمار كنت واحد مرت عمي واحد مرت عمي راه عاد داير لها مولاي طاهر كطيح ولكن هذيك لا هذيك عندنا حنا كطيح الا كانت تكون في الكوزينه بحوايجها طيح كانت في برا طيح هذيك ماشي كتبدل ودير الماكياج وكتوجد عاد كطيح هذيك كطيح ديال بصح اما هذه السريعه لا وجدات ولبست لك السيده بدلات على حقها وطريقه عاد طاحت وتجبدت فوق السداري عاد طاحت ما طاحتش في لاد ولا شي بلاصه لان العاقه كانت موجده كتصور الفيديو السي حمار وديك القرقوري ها نتوما خاصك تشوف زنوبه والله يقويك الله يقويك بنيتي الله يقويك شتي القرقوري تين والله القسم ما غتخرج لك طريفه على هادشي اللي كتستري وخارج العاقه كتقول لك السريعه دارت معايا داكشي اللي ما ديروش معايا ماماك فعلا داكشي اللي دارتو معاك السريعه والله ما ديرو معاك ماماك لان ماماك باغالك مصلحتك وباغا تعرف شكون اللي هتك العرض ديالك اللي البارح خارجه عاوتاني قالت واحد الكلمه يا خوتي غرق فيها جمل العاقه شنو قالت قالت لهم القنوات كيضربوا لي في العرض في العرض ديالي وكيهتكوا لي في الشرف ديال العرض كيضربوا لي في العرض ديالي وكيهتكوا لي في الشرف ديالي اللهم ان هذا باطل اش بغيتي عندنا اش بغيتي عندنا هذا الباطل اللي هتك لك العرض ديالك راك كتستري عليه ما باغاش تقولي شكون اللي كتقلب عليه الام مسكينه باغا الحقيقه والسريعة راك عارفة شنو دايرة معاك دايرة معاك شي حوايج اللي ما ديرهمش معاك امك انت عارفة وانا عارفة ودير العاقة الخبر في راسك شنو دايرة معاك السريعة قالت لبنت البين لبنت الفايدة لبنت المعدة لا فائدة في التكرار فهمتي يا العاقة ضروري ما تهاجمو سعاد وشي وحدين عاوتاني خارج اش كيقولوا سعاد هي السبب في هادشي بحال سعاد راه مشات كتلي مسخفو هادشي ورا الفيلم ديالكم ما تقنتوش مزيان ما تقنتوش الفيلم اي عندكم موهبه في التمثيل ولكن ما متقانش افلام مفروش ورجعت تمتم خاصها تعوض تعويض اللي خسرت على السريعه فيديو ضروري ساهمت معاك خاصني نحط فيديو ملي قاعد شتي فيك العاقه قاعد شتي فيك وانا عزيز عليك السريعه وقادره تضحي وديري مع هذاك الشيء اللي ما ديري مع ما ديريش مع واحد اخر ملي السريعه طايحه في مشكل وانت عندك الفلوس ما تقدريش تاجلي البروجي تاع تسالي المشاكل ديالها انت مرات الاب ديالك طايحه في مشكل وانت كتحتفلي وكتزغرتي انت والقرقوري خارجين كتصلي وعن بي وكتزغرتو وتقول لي انا بقات فيا مسكينه وانا قادره ندير عليها وخلصي عليها عاد التعويضات اللي طالب لها المحامي التعويضات ديالو الاتعاب ديالو اللي مازال كتسالو السريعه اللي مازال كيتسالو السريعه والفلوس ديال المحسنه رجعوا لها فلوس ملي قعدت شي فيكم نفس دخلوا الزلاب ديال الفلوس وضحكوا على بنادم خاصكم تجلبوا التعاطف خاصهم دابا يهيجوا الراي العام والتعاطف السريعه باش يتاجل يوم التقديم وغالبا كنظن غادي يكون تاجيل لان السريعه مادام دارت هذا الفيلم ومشات للسبيطار والشواهد هادشي كنظن باش يربحوا الوقت هما دابا خاصهم يربحوا الوقت لو ماكسيموم راه قريب غتبان الحقيقه ها اليوم غتبان تسناو باقا حنا غنتسناو حنا راه كنتسناو اخر المستجدات غنقولوا لكم المشاهدين الاعزاء غادي الا كان تاجيل صافي بان طلعت الكتابه وسال المسلسل فهمتي ودي السريعه وجهك قاصح غادا كتعتذر من المحامي كتطلب منه الاعتذار ودايره به شكايه فهمت سطا دايره راسها في المحامي اللي قاري تاع القانون والسيد كارير ديالو 30 سنه ديال الكارير السيده نايده دايره به شكايه وكتطلب في التنازل والله حنا انت تا داكشي سبحان الله العظيم داكشي كاع اللي قلتوه في سعاد خرج فيكم كاع ديك الهضره اللي كتعيبوا على سعاد درتو كثار منا مازال سعاد راه ما مثلش نقولوا كاع سعاد مثلت شوفوا التمثيل ديال سعاد كي داير لخن عليكم بالله المشاهدين ما رجعوا لذاك الفيديو ديال سعاد وشوفوا الفيديو ديال السريعه وقارنوا نتوما والمتابعين ديال السريعه تما يقارنوا ديروا مقارنه وحكموا ايوا تسناو اخوتي اخر مستجدات غنوا فيكم بها
وتهلاو ليا فنيتيكا في التعاليق. تحياتي لكم المهمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله، دوزوا بخير.